في هذا المقطع وفي هذا الفيديو سأقوم بإثبات هزيمة حزب الله أو حزب الشيطان في حربه مع إسرائيل في عام 2006. ولدي 3 نقاط. أولا، النقطة الأولى هي الشروط، ثانيا الندم، ثالثا الخسائر. معلوم أن المنتصر هو الذي يفرض الشروط وليس المهزوم، فلننظر من الذي فرض شروطه. إسرائيل بالطبع، unfortunately. أولا، قبل إيقاف الحرب طلبت بطرد حزب اللات من الحدود إلى خلف الليطاني، طرد. وثانيا، وليس العكس بالمناسبة، وليس العكس، ليس حزب اللات هو من طلب بطرد إسرائيل من على الحدود اللبنانية بنفس المسافة الذي طرد بها إلى خلف الليطاني. ثانيا، أن الجيش الإسرائيلي أو الحكومة الإسرائيلية طلبت بدخول الجيش اللبناني إلى الحدود مع إسرائيل، وبهذا ساعدت اللبنانيين في فرض سيادة الدولة على كامل أراضيها. لأن بالمناسبة إخواني الكرام، حزب اللات لم يسمح للجيش أو للجيش اللبناني أن يكون على الحدود مع إسرائيل أو يدخل إلى قرى، بما أنه يعتبر الجيش اللبناني خائن ولديه الكثير من العملاء. فبهذا إسرائيل ساعدت لبنان على فرض سيادته وإدخال الجيش اللبناني الذي كان ممنوعا أن يصل إلى الجنوب رغما عن أنف حزب اللات. ثالثا، أن إسرائيل رفضت الانسحاب وإيقاف اطلاق النار حتى دخول قوات أممية، قوات حفظ سلام، قوات تتأكد من أن حزب اللات بقي مطرودا خلف الليطاني، وتدخل تلك القوات إلى داخل المنازل، داخل الأحياء، وهذا انتهاك لسيادة أي بلد يحترم نفسه. فحزب اللات جلب قوات أجنبية إلى الحدود مع لبنان. نقطة الندم، عندما قلنا أن هناك ثلاثة شروط تثبت عدم انتصار حزب الله، الشرط الثاني هو الندم. دائما يا إخواني الأعزاء نعرف أن المنتصر لا يندم على انتصاره، وإنما المهزوم هو الذي يندم على ما فعل. فحزب اللات بعد فترة ندم على ما فعل وقال: لو كنت أعلم بتلك الخسائر، لو كنت أعلم لما أقدمت على ذلك. وهذا يدل على هزيمته. ولكن الإعلام الإيراني والإعلام الجزيرة سابقا، عندما كانت متحالفة قطر مع محور الممانعة وهو محور المكاذبة، زيفت هذه الأمور وأظهرت بأنه انتصار، بينما هي هزيمة بكل المقاييس. ثالثا، الخسائر. خسائر الكل يعرفها، ليس هناك مقارنة ما بين الخسائر في الجانب الإسرائيلي والخسائر في الجانب اللبناني. قتل من حزب اللات 500، من المدنيين وحزب اللات 1200 أو 200، أن هجر أكثر من 4000. تعرفون أكثر اللبنانيين في الجنوب هجروا إلى بيروت، والبعض منهم دخل إلى سوريا. وبالمفارقة الآن حزب اللات يقاتل السوريين الذين احتضنوا الهاربين من الحرب، كما يقول عنهم أنهم أشرف الناس وأعظم الناس
كل ذلك كذب. فهم هربوا من الجنوب ولم ولولا دخول القوات الأجنبية وإيقاف الحرب لبقوا مشردين حتى الآن. فالخسائر بينما وأيضا دكت إسرائيل معاقل حزب الله في الضاحية، أو معقل حزب الله الرئيسي في الضاحية، وساوته بيش بالأرض. فلم تسقط لم يسقط حزب اللات أي طائرة إسرائيلية، بينما المقاومين في سوريا أسقطوا أكثر من عشرات الطائرات، وهو يتبجح بهذا الانتصار ليل نهار، وهي هزيمة محققة. ولكن الإعلام الإيراني والإعلام المزيف هو من قال عن هذا انتصار. أنا لا أود أن إسرائيل تنتصر على أي دولة عربية، ولكن هذه حقائق، والحقائق يجب أن تقال. وحزب الله هو أخطر من إسرائيل على السوريين خاصة هذه الأيام، فقتل من السوريين ما الله به عليم، وهو الآن يتوعد السوريين بأنه سيذهب هو ورجاله إلى سوريا، وأظن أنه سيندم وسيعلن الندم مثلما أعلنه سابقا بإقدامه على خطف جنديين إسرائيليين. لماذا؟ لأن أسياده في طهران أمروه بذلك، وتركوه تحت القصف 33 يوما. لم ترسل إيران الكاذبة صاروخ واحد، بل جعلت إسرائيل تؤدب حزب الله وتدك معاقله، ولم يفعل الإيرانيين شيئا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.